يسعدكم ويسعد كل أوقاتكم أنتو وكل أحبابكم يا رب. إن شاء الله يا رب تكون أموركم تمام، واللي أولادهم داوموا بالمدارس الله ييسر أمورهم كمان ويعينهم على التحضيرات والتجهيزات اللي جاية يا رب. طالعة هيك اليوم عندي سؤال من الصبية بتقول لي مرحبا كيفك، في موضوع حابة ما بقدر أرد دايما عن الكل، هو انه متى سمحتي لاولادك انهم يطلعوا لحالهم وعلى قولتك كرمتي مستفيد من خبرتك. شوف احكي لكم شغله، انا اولادي لهم يعني بمعنى كثير انه لحالهم، اصدقائهم كنت طالع معهم يعني صاحبهم، خالد كثير مصاحب اصحاب عصومي، لسه بيكونوا الاولاد مش قد انهم يطلعوا لحالهم، خلينا هيك مركزين معهم يعني حتى لو طلعوا يعني فيهم تبني شخصيتهم صحيح، انه ما يضلهم بس عينه معاهم، الناس اللي بيطلعوا معهم انت بتعرفيهم بتعرفي اهلهم، لكن من بعيد احنا عيننا عليهم. يعني اولادي كانوا يطلعوا نادي معين، احنا بنعرف الاساتذه بنعرف الناس اللي معهم الاشخاص، بيخليهم يعتمدوا على نفسهم لكن من بعيد احنا عيننا عليهم. يعني اولادي كانوا يطلعوا نادي معين، احنا بنعرف الاساتذه بنعرف الناس اللي معهم الاشخاص، بيخليهم يعتمدوا على نفسهم، عينه معاهم الناس اللي بيطلعوا معهم انت بتعرفيهم بتعرفي اهلهم بتعرفي منشأهم تربيتهم، بنعطيهم حريه تبني شخصيتهم صحيح، انه ما يضلهم بس تحت مظلتك لكن انت عينك مفتحه عليهم والدهم فيهم.